تاريخ وعطاء ملوش حدود يا كابتن. فاكر اول لحظه دخلت فيها النادي الاهلي كان شعورك ايه يا كابتن؟ هل كنت بتحلم انك تبقى ضمن صفوف حتى الناشئين بتوع النادي الاهلي في الاول؟ قابلت مدير قطاع الناشئين في ذلك الوقت، وابتديت العب من سني 10 سنين في النادي الاهلي في فرق الناشئين. حظي بس كان كويس، كان في مدرب بروشيتش، ده كان من احسن مدربين العالم، كان ماسك الفريق الاول للنادي الاهلي. ومسكنا احنا واحنا سننا 10 سنين اللي هو الناشئين كده. علمكم بقى اسس الكوره كلها. كلها، ازاي تبص الكوره وازاي كل حاجه ليها تكنيك معين. يعني اللي حد يتكلم يقول لك الكوره ودي موهبه، موهبه بس قبليها التكنيك ولياقه وفتنس يعني في حاجات كبيره صغير مكمله ان انت تبقى لعيب كوره. نعم. مش ان انت موهوب فقط. كابتن فاكر وانت عندك 10 سنين لما بيسالوك بيقول لك مثلك الاعلى مين؟ قلت لهم ايه؟ قلت لهم كابتن صالح سليم. كابتن صالح. وبعد كده بقيت كابتن النادي الاهلي، وبعد كده عضو مجلس اداره ومعاك الكابتن صالح، وبعد كده بقيت تدرجت من عضو مجلس اداره لامين صندوق لنائب لرئيس نادي. انت كنت شايف الكابتن صالح ايه يا كابتن حسن؟ او كنت ليه اللي بتفكر فيه؟ لا، كابتن صالح كان طبعا شخصيه عظيمه. يعني صالح من الناس اللي هم حطوا اسس في النادي الاهلي. يعني اعتقد يعني كان خبره كبيره، وحط لوائح وحط نظم وحط حاجات. كان النادي الاهلي لسه في بدايه تنظيم هذه الشؤون الرياضيه داخل الانديه. وابتدى يعني هو حتى مدير كوره فصل عن مجلس الاداره، يعني ادى سلطات لمدير الكوره كويس، بحيث ان هو يقدر يدير الكوره بدون ما يرجع لمجلس الاداره. وانا ما جيت طبقت نفس الكلام ده؟ مش طبقته، ده انا خدت من كابتن صالح، يعني هو ما كانش موجود بقى رئيس نادي. واخد بالك؟ كان لسه مدير كوره. انا فاكر. وكان مشي وانا جيت، فكان سياده الفريق مرتجي. هو كان رئيس، عبد المحسن مرتجي كان هو رئيس النادي. فخدت اللوائح والنظم منه والصلاحيات والحاجات دي كلها من الكابتن صالح. اشتغلت بيها. وكنت لازم اخش بيها مجلس الاداره. نعم. دخلت بيها مجلس الاداره. لقيت صعوبه في التنفيذ؟ لا. الحقيقه كانوا كويسين مجلس الاداره. يعني لما دخلت بقول لهم انا ليا طلبات او مطالب او شروط عشان اشتغل مدير كوره، عايز طبعا اخد حريه قرار، وعايز ابقى اقدر اتصرف في الاداره كاداره، سواء جهاز فني سواء لعيبه. فكنت لازم اخد صلاحيات من مجلس الاداره. فالحقيقه كانوا يعني ادوني كل الصلاحيات اللي انا عايزها. يعني هل معنى كابتن كلامك كابتن حسن ان النادي الاهلي الكلمه اللي بتتقال، انت فاكر الصوره دي يا كابتن؟ ما شفتهاش. الصوره دي؟ كابتن صالح طبعا. كابتن صالح. طبعا فاكرها كويس. هل معنى ان كابتن صالح ما كانش موجود وانت كنت مع الفريق سياده فريق مرتجي كرئيس نادي، هو وانت كنت مدير كوره، هل لم بيشوفوا مصلحه النادي فوق الجميع؟ طبعا طبعا. هو النادي، هل النادي يتميز بالجزئيه دي من البدايه؟ طبعا ولا؟ لا، وكان كمان كمال بيه حافظ الله يرحمه. الله يرحمه. معايا سياده فريق مرتجي وكمال بيه حافظ، كانوا اثنين الرئيس والنائب في ذلك الوقت، او كان هيسا امين صندوق ان لم تخن الذاكره. anyway يعني الاثنين كانوا بيديروا النادي. وبعدين جه كابتن صالح بقى. وكان النائب وامين صندوق، لا كان النائب وكان الامين الصندوق الله يرحمه الاستاذ احمد زكي. انا ما جيت كان لسه احمد بيه زكي ما جاش، ما كانش جه. المهم يعني كابتن صالح بقى كان عضو مجلس اداره بقى في ذلك الوقت، وخد اشرافه على الكوره كويس، وابتدينا نحط لوائح ونظم. فاول واحد اتعلمت منه لوائح ونظم كان كابتن صالح. كابتن صالح طبعا.